بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سريعة، كيف نضيف امتحان على الكورس اللي أنا بدرسه؟ هذا الكورس اللي أنا بدرسه I have to make sure إنه I'm turning this on. Okay. في الموقع اللي بدي أضيف فيه الكويز باجي هون Add an activity or resource، هون بختار quiz Add، بحط اسم للكويز، بحط description هون وصف This is okay. وانسى المواضيع هاي مؤقتا، بروح بقول save and display، طلع لي هون page، هذا اسم الامتحان test، وهي description اللي انا وضعتها له تظهر هاي فيه كمان. attempts allowed مسموح بس مرة واحدة للطالب انه يمتحن. وهون بقول لي no questions have been added yet، هذا الكويز ما فيهوش أسئلة. وأعمل editing للتست نفسه مرة ثانية. خليني أضيف timing للامتحان، بدي أحدد زمن للامتحان، هذا هو الـ start time. خلي الامتحان يبلش 17 أكتوبر، وخليه يبلش الساعة 8 وينتهي 17 الساعة 10. وأعمل save and display، شوف شو صار. البيج صار عليها تغيير، The quiz will not be available until Thursday 17 أكتوبر الساعة 8. This quiz will close on Thursday 17 أكتوبر الساعة 10. أعطاني المعلومات هون. مرة ثانية No questions have been added yet. Okay. لو بدي أضيف password على الكويز، أنزل مرة ثانية على editing test، أنزل على extra restrictions on attempts، وأقول إنه it requires a password. password هون okay. أعمل save and display، شوف شو صار. to attempt the quiz you need to know the quiz password. attempt the quiz you need to know the quiz password. إذا بدك تضيف أسئلة على الكويز تيجي تعمل edit quiz، هذا الكويز فيهوش ولا سؤال، تيجي تعمل add a new question، طلع لك أنواع الكويشنز اللي بتقدر تضيفها. خلينا نبلش في simple questions، نأخذ واحد true and false وقول له add. okay. سمي السؤال، خلينا A1، حط question text اللي انت بدك اياه، خلينا العلامة اللي بدك اياها، ايش الcorrect answer بدك اياه يكون true. okay. انزل هون save changes and continue editing. okay. هذا هو السؤال، اعمل له preview وشوف كيف بظهر السؤال. اي سؤال اي select one of two answers، وهنا fill in the correct response، فالجواب هو true. هذا سؤال، اعمل له save، هذا السؤال انضاف على الكويز. الان بدك تضيف سؤال ثاني add a new question، خلينا نقول بنضيف multiple choice add M1 مثلا، حط اختار هنا التكست اللي انت بدك اياه، السؤال حط العلامة اللي بدك اياها، انزل معاي على choice الاول، خلي choice الاول يكون W، وهذا هو الجواب الصحيح، بيأخذ عليه علامة كاملة. وإذا كان الجواب مثلا T، بيكون هذا الجواب عليه مثلا 50 أو 60% من السؤال. choice الثالث يكون مثلا U، هذا بيكون غلط فمنحطش عليه علامة، ونعمل له save changes continue editing. نيجي هون شوف preview، شوف كيف السؤال بيظهر، هاي السؤال وهي الـ answers، مين الـ correct answer هو الـ W. okay. اعمل close للـ preview، انزل اعمل save. okay. هاي صار عندي بالامتحان سؤالين، صار عندي بالامتحان سؤالين. الآن لو زلت عملت preview للامتحان، بدو الـ password، بدو الـ password، so I have to know what the password is. ارجع مرة ثانية يعني ادور شو هي الـ password، ادخل على editing the quiz، وبنزل على extra restrictions وبسأل بشوف الباسورد، خلينا اغيرها بإشي سهل 1 2 3، اعمل save and display. okay. اروح اعمل review للامتحان، طلب مني الباسورد 1 2 3، قول له start attempt، طلع الامتحان في سؤالين، هذا السؤال الاول. okay. انا بختار اللي بدي اياه، قول له next page، راح لي على السؤال الثاني، اخترت الجواب، قول له finish attempt. okay. أعطاني submit all and finish، submit all and finish، أعطاني نتيجة هذا السؤال وهاي الأجوبة، هذا السؤال والجواب اللي محطوط عليه، يعني هاي ورقة الامتحان بعد تصليح. أوكي.
اوكي فينيش ريفيو، هذا على السريع كيف بنينا امتحان دون الدخول في تفاصيل.